محاضرة، طبعاً محاضرة توعوية، مش هنتكلم على مصطلحات علمية صعبة، لأن نحن المحاضرة هذه مستهدفينها ل هذا المرض وكيفية التعامل معه. كم معنا لهذا اليوم؟ والآن نتفضل بالسيدة. السلام عليكم. وعاد خصوصا قاعد ينتشر، لاحظوا الآن أنا قاعد ينتشر حول العالم وانتشر وصل إلى شبه العالم. بس منين جاي فاسمنا؟ منين جاي؟ هذا هو سكرون جي. كيف تتماشى؟ فهمناها؟ طرق انتقال هذا. كيف أنا رحت وبعد هو مشت يدي. مشت العين والله للأنف وإلا للخبز. عقمت يدي خلاص. ما يصير شيء صح؟ صفحت وعقمت يدي مباشرة إذا ما يصير شيء. ما بحاجة أخرى ينتقل بها الفيروس. ساي؟ تعال هنا. الأول وسط اليد. بعدها تقليل الأصابع هذه، بعدين اليد هذه. نجول اليد هذه. قاعد المي الصوب نغسل بالمية ونضف الشيء تمام. قصة حزينة يجب نحن ليش تقطعينا في اليوم؟ انتم الناس الواعية، انتم رباط البيوت الواعيات، بكم توعوا الناس، توعوا البلدان. هذه أشياء منها حنخلوا الشريحة هذه بس بصراحة زينا عليها أكثر بعدين حنخلوا الشريحة. ممكن ليش محاولة والله عشان غير شوف التالية حاطتها لها تجربة الآن في خلاص ونجي ناخذ الكمامة بالشكل هذا نثبتها من هنا ونثبتها بالشكل هذا نسحب وين؟ من تحت ثبتها من فوق نجي نسحب من تحت بعدها نجي نطبق القطعة المعدنية نثبتها بالشكل هذا غرفة ونفس السكن مع شخص مصاب بفيروس كورونا على سبيل المثال إذا حطها الأب وقال الأم تصاب لا سمح الله بفيروس كورونا ومعهم الأولاد في البيت الماء اللي نشربه يكون نظيف وخالي من كل الأغراض الموجودة على كيف المياه والمطابخ والأسطح وكافة ال لخزانات المياه حتى يروي كذلك في وصف فيها في المزارع أي عادة يعني كسارة خطيرة أصاحب الشارع ونعقم يدي بسرعة لكن لن نكون نخيمة والبصالة نسلم عليها أفضل ما نعرفش من هو المصاب إحنا لن نكون إحنا تكون عندنا انتمان وإحنا كلنا من مني التثقيف الاجتماعي إحنا عندنا في نقطة إحنا تو كأمهات وأخوات داخل المنطقة إحنا هالعدد البسيط هذا لو إحنا كل وحدة نشد 10 يعني إحنا انتهينا عن وعينا ناس واجد ليش ما استفاد؟ لا نجد كلام في الشارع برا لا شو بي شو في غير شو لا أنت بدك قاعد تضيعي وتهدرزي في شيء. إنه لو يوم عظيم إن نلتقي فيه من أجل الحفاظ على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى أسرنا. مسألة اجتماعية. نحن كجمعية الأيادي الرحيمة الثقافية الاجتماعية بمنطقة بن حارث قمنا بتنظيم محاضرة توعوية عن فيروس كورونا تحت شعار التوعية والتثقيف الصحي استهدفت هذه المحاضرة لربات البيوت بالمنطقة بالتعاون مع المختار المحلة بالمنطقة الأستاذ صالح محرز عبد السلام كان الهدف من إعطاء هذه المحاضرة أو إقامتها الحد من انتشار هذا الفيروس وكان الاختيار لهذه الفئة شريحة لربات البيوت للنساء الغرض من اختيار هذه الفئة أو لاستهدافها في هذه المحاضرة أرى أنها هذه الفئة هي الحساسة أو أنها أكثر مواكبة للمناسبات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي وسبب استهداف هذه الشريحة رأينا أن المرأة بشكل عام هي أقرب في الأسرة من أقرب إلى الأب أقرب إلى الأبناء فربما قلنا تنتشر هذه المحاضرة التوعوية بشكل أكبر هذه المحاضرة تناولت عدد من العناصر كانت العنصر الأول اللي هو التعريف بفيروس كورونا المستجد أيضا عنصر آخر تناولناه في هذه المحاضرة اللي هو طرق انتقال الفيروس وطرق العدوى وكيف نحن نقوى أنفسنا من هذه الفيروس
أخذنا كذلك بعض المصطلحات الهامة اللي موجودة في متداولة في مصطلح بشكل عام، عرفناه بشكل تعريف مبسط لربات البيوت حتى يعرفوا هذه المصطلحات بشكل عام. أيضا كذلك أعطينا بعض الإرشادات والتعليمات العامة للوقاية من هذا المرض للحفاظ على أنفسنا والحفاظ على أهلنا والآخرين جميعاً.